الثورة الصينية ضد طاغية الصين، عنوان الصفحة الجديدة لشباب الثورة السورية على موقع الفيسبوك، حيث ابتكروا معادلا صينيا لكل فكرة أو مدينة أو حتى محلل سياسي رسمي على طريقة مسلسلات الفانتازيا التاريخية التي اشتهرت بها الدراما السورية، تماما كما في أسواقهم معادل صيني لحاجياتهم وإن كان أقل بالطبع. الطريف في الصفحة أن لكل حدث سوري حقيقي مقابل كوميدي، تماما كما لو أنها النسخة الكوميدية للصفحات السورية الخاصة بالمحتجين السوريين. أما صور الشخصيات والتماثيل أيضا فهي كأسمائها، محرفة لتنسجم مع الملامح المميزة لأهل الصين ولتنسجم مع أسماء الصينيين. فإذا أرادت الصفحة أن تسوق تعليقاً على محلل سياسي رسمي، تعمد أولاً إلى تحوير ملامحه خصوصاً الشاربين واللحية، وأحياناً تصبغ عليهم الألقاب كأن تقول مثلاً عن نائب لبناني من أنصار النظام بأنه نائب كوري شمالي. ولا تسوق الصفحة أخباراً واقعية بالضرورة كخبر يقول ننشر لكم حصرياً سبب تأخر هروب هوجينتاو إلى السعودية، ويعود السبب إلى أن المهنة المدونة على الإقامة هي طاغية سابق، في حين أن المهنة المدونة على جواز سفر هوجينتاو هي سفاحة، ولم توافق سفارة المملكة في بكين على تسليم الإقامة لهوجينتاو حتى يغير مهنته، وهذا ما يرفضه هوجينتاو رفضا قاطعا. التعليقات تتناول أيضا محاكاة لما يجري في الواقع من أخذ ورد بين موالين ومعارضين، مثل تعليق أحدهم: أيها العملاء، أيها الخونة، لقد أصبحتم مكشوفين، اقرأوا خطة الأمير مياو ابن مياو التي كشفتها قناة الصومية ووكالة الأنباء صانا. وينال الإعلام الرسمي قسطا وافرا من التعليقات، فالإخبارية الصينية هنا هي كناية عن الإعلام الرسمي، ويأتي في خبر الصفحة ما بثته القنوات الإعلامية المغرضة حول خروج الناس للتظاهر في ضاحية مويدان، وهو أمر عار عن الصحة. فالقصة هي أن الناس بعد أن خرجوا من معبد تشاولي سمعوا نبأ قيام شركة أندومي بتصنيع نكهة جديدة، فاجتمعوا وقاموا بطقوس الشكر على هذه النعمة. والخبر هنا يحاكي نفيا تلفزيونيا لتظاهرات وقعت في حي الميدان في دمشق، حين جرى وصف المتظاهرين بأنهم خرجوا لشكر الله على نعمة الأمطار.